مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مدينة مراكش الجميلة. سنتابع هذا اللقاء المهم الذي يجمع فريق الجيش الملكي وهو يحل ضيف هنا على فريق الكوكب المراكشي. إذا يمكن أقول بأن هذه المباراة هي تدخل في خانة الجولة 19، وبالتالي ففريق الكوكب المراكشي يريد أن يحقق نتيجة إيجابية والهروب من المنطقة المقاربة، في حين فريق الجيش الملكي احتل الرتبة 9، عنده 22 نقطة، 5 انتصارات، 7 تعادلات، و5 هزائم، ولديه مباراة مؤجلة. طاقم تحكيمي بن شاب يقود هذه المباراة بقيادة مسلم ياسين وبرواد عبد الرحمن والضميري ياسين، في حين يمكن أقول بأنه للجيش يطمح رفقة المدرب عزيز العمري من أجل تحقيق 3 نقاط، وبالتالي مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية عن هذه الجولة، الجولة 19. إذا تشكيلة فريق الجيش الملكي كالضيف بطبيعة الحال سيدخل بالتشكيل الآتي: محمد أمين البورقادي، بقية اللاعبين يوسف العمري، أيوب العملود، محسن العشير، إلياس الحداد، المهدي بن رحمة، صابر الغنجاوي، توفيق إجرتن، المهدي النغمي، محمد كمال، تونغرا أبو بكر. إذا هذه التشكيلة الأساسية لفريق الجيش الملكي، تشكيل الاحتياطي مكون من كن الحارس ياسين الحواصلي، بقية اللاعبين مصطفى اليوسفي، محمد الشيخي، إبراهيم البزغودي، يونس حمال، عبد الحفيظ ليركي، وأنس العزيم، وبطبيعة الحال العامري عبد العزيز، ويساعده بن بكري عبد الله. فريق الكوكب المراكشي يدخل بالتشكيل الآتي ويقوده لاعب الدولي السابق أحمد الباجا: محمد عقيد، عبد الواحد الشخصي، إبراهيم نجم الدين، أحمد الشاقو، خالد السقاط، جمال إمغري، فهد الضيفي، محمد الفقيه، عبد الله عميمي، الحقي مهدي، ياسين الدهبي. إذا هذه التشكيلة الأساسية. قراءة الفاتحة وأعود إليكم. الإكس برو. إذا كانت هذه قراءة الفاتحة على الراحل ورجل الدولة زعيم السياسي السابق بوستا. إذا إن لله وإنا إليه راجعون، وكذلك اليوم غادرنا إلى دار البقاء أيقونة الفن المغربي بكل ما تحمل الكلمة من معنى الراحل محمد حسن الجندي، إن لله وإنا إليه راجعون. إذا الكوكب تشكيل احتياطي على المسكيني: نسيك زكريا، مهدي زايا، يونس رشيد، مهدي مفضل، سيمو الروحي، ويوسف العياطي، والمدرب بطبيعة الحال وأحمد الباجا، ويساعده يوسف مريانا. كما قلت بأنه طاقم تحكيمي شاب من عصبة تادا يقود هذه المواجهة. إذن على بركة الله مشاهدينا الكرام سنتابع هذه المواجهة، سنتابعها مواجهة كما قلت بأنها لن تكون سهلة بتاتا. فريق الكوكب المراكشي، الهزيمة أمام شباب الريف الحسيمي.
يمكن أقول بأن وضعت الفريق في موقف حرج. فريق الجيش الملكي لديه مباراة مؤجلة مع من؟ مع يمكن أقول مؤجلة مع فريق الفتح الرباطي الجار، وبالتالي ديربي الرباط سيلعب يوم الأربعاء، وبالتالي يمكن أقول بأنه هذه المواجهة ستشكل تحدي خاص بالنسبة لفريق الجيش الملكي، وبالتالي فأحسن بروفا لمواجهة هذه المواجهة هو تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة. أمر لن يكون سهل، لن يكون سهل، خصوصا كما قلت بأنه المواجهة ستكون أمام فريق يحتاج كذلك وفي أمس الحاجة، أقولها في أمس الحاجة، لتحقيق نتيجة إيجابية لتفادي الدخول، لن أقول في الحسابات، لحد الآن كل شيء وارد، كل شيء ممكن، وبالتالي الحديث عن فريق أصبح مستهدف بمسألة النزول يمكن أقول بأنه حديث سابق لأوانه، كل شيء ممكن، ولكن أكيد بأنه الوضعية الحرجة جدا لفريق النادي الكوريتري الذي صار محتاج لإقلاع حقيقي، لأنه منذ هذه الدورة لا يمكن لفريق النادي الكوريتري أن يواصل مسلسل تضييع النقاط، وبالتالي لا خيار له آخر سوى تحقيق النتائج الإيجابية، وهنا أعني الفوز. فريق الكوكب بأقل نسبة يمكن أقول بأنه فريق الكوكب المراكشي، لديه مباراة قوية اليوم أمام فريق الجيش الملكي، أقول قوية لأن فريق الجيش كما قلت يسعى من أجل تحقيق النتائج الإيجابية. نتابع الآن حتى التركيب البشري، فريق الجيش قادرة في أي لحظة أن تخلق متاعب، وبالتالي لحد الآن فريق الجيش الملكي يسعى بأن يضع القدم الأولى أو القدمين نحو تحقيق النتيجة. هذه كانت محاولة ديال الاختراق ولكن ضائعة، تعود بسرعة لبرحمة، ضغط الآن لعناصر فريق الجيش الملكي، تكتل للاعبي فريق الكوكب في الخط الخلفي أحمد شاغو، كرة أمامية، كانوا بعض القراءات لهذه الجولة، ويمكن أقول بأنه الافتتاح كان يوم الجمعة، فريق حسنية أكادير فاز بصعوبة على فريق شباب قسم التاد، الفوز جد مهم للحسنية لوقف نزيف النتائج السلبية. فريق شباب أطلس خنيفرة قبل قليل انتهت المقابلة بالتعادل السلبي 0-0، ويمكن أقول بأنه المواجهة القادمة بعد هذه المباراة هي مواجهة الوداد ونهضة بركان، وهي قمة هذا الدورة، دون أن ننسى مواجهة الغد اتحاد طنجة سيواجه فريق الرجاء البيضاوي، ويوم الاحد وهي نفس التوقيت الذي ستكون فيه مباراه اتحاد طنجه والرجاء، اولمبيك خريبكا ستواجه شباب الريف الحسيمي الذي ليس امامه خيار سوى البحث عن نتيجه ايجابيه. ايضا بدا يدخل في خانه الخطر فريق شباب الريف الحسيمي. فريق كذلك اولمبيك اسفي لديه مقابله جد مهمه بعد التعادل المثير امام فريق الدفاع الحسن الجيدي، فريق اولمبيك اسفي يواجه فريق النادي القنيطري بملعب المسيره في حين اختتام هذه الجوله، الجوله 19، الفتح الرباطي في مواجهه الدفاع الحسن الجيدي، وهي ايضا قمه قويه. اذا نتابع الان ضربه خطا لصالح فريق الجيش الملكي، هو صاحب المبادره، هو صاحب الضغط خلال هذه اللحظات، وبالتالي فالحد الآن نتابع فريق الجيش الملكي يظهر بصورة أنه يبحث عن السيطرة ويريد أخذ المبادرة مبكرا، وبالتالي فهاد المبادرة الآن أخذها فريق الجيش الملكي على عاتقه، وبالتالي سنتابع لا محالة محاولة الآن لصالح فريق الجيش الملكي. إذا بالرحمة كل لاعبي فريق الكوكب بدون استثناء متراجعين عن مرمى العمليات. خطيرة، كانت خطيرة هذه المحاولة، كانت خطيرة هذه المحاولة، والحارس السابق لفريق الوداد البيضاوي محمد عقيد بكل سهولة سنتابع الآن
دائما محاولة الاختراق بلاعب فريق الجيش الملكي. خطيرة دي المحاولة، خطيرة دي المحاولة، ولكن ضاعت خطورة هذه المحاولة، ضاعت خطورة هذه المحاولة. يمكن أقول بأن مراوغة كانت جيدة وارتقاء، ولكن توفيق جرتون في اللمسة الأخيرة لم يكن موفق. أعتقد نشاهد الآن، نشاهد طريقة الاختراق. يوسف العمري حوالي 4-5 لاعبين، أعتقد بأن يوسف العمري كان عنده خيار آخر هو أنه يسدد، لأنه طريقة المراوغة كانت بطريقة جيدة، وبالتالي ف لم يوظف بالطريقة الصحيحة لهذه المحاولة، وبالتالي ضاعت هذه المحاولة على فريق الجيش الملكي. إذا السقاط، السقاط في خط وسط الميدان دائما لصالح لاعبي فريق الكوكب المراكشي. دائما نتابع في خط وسط الميدان، وتعود الآن فكي يبحث عن خطأ، يبحث عن خطأ، وبالتالي خطأ تدل اللاعب صابر الغنجوي. اللاعبين الجيدين اللي انتدبهم فريق الجيش الملكي انتبعوا الآن. بالفعل كان هناك خطأ، كان هناك خطأ في حق اللاعب محمد فقيه اللي كان ذكي في الحصول على هذا الخطأ في هذا المكان الجد مهم، وبالتالي سنتابع ضربة خطأ لصالح فريق الكوكب المراكشي. ضربة خطأ يمكن أقول بأنها ستشكل خطورة حقيقية. ضربة خطأ ستشكل خطورة حقيقية. إذا خالد السقاط، أعتقد بأنه 4 لاعبين كافيين في ضربة خطأ خطيرة جدا، خطيرة جدا. عزيز العامري كيطلب من اللاعبين أنهم يصحوا تموضع الحائط. خالد السقاط خطيرة جدا ولكن عالية، خطيرة جدا. شاهد المدرب عزيز العامري كان عنده تخوف كبير جدا، كان تخوف كبير جدا. خالد سقاط من مكان جيد كان بإمكان أن تكون يمكن أن تكون أخطر من هذه المحاولة بالطريقة، لأنه كان بإمكان أن تشكل خطورة حقيقية. إذا تعود مرة أخرى في خط وسط الميدان، دائما أخذ ورد ما بين الطرفين، أخذ ورد ما بين الطرفين، ودائما نتابع، نتابع هذه المحاولة لصالح فريق الجيش الملكي في خط وسط الميدان. تعود مرة أخرى ومحاولة لصالح فريق الجيش الملكي. توفيق جروتن، خط وسط الميدان لحد الان بدايه هادئه لهد المباراه ما بين اخذ ورد ما بين الطرفين. ضربة خطأ لصالح فريق الكوكب المراكشي. هجمة الان لفريق الكوكب البحث الان عن اختراق، ولكن تدخل جيد إجروتن لتونغارا. إجروتن يهيئ كرة الآن في خط وسط الميدان. هجمة مضادة لصالح فريق الجيش الملكي وركنية، وبالتالي في فريق الجيش وصاحب الامتياز من حيث عدد الركنيات. سنتابع ركنية لصالح فريق الجيش الملكي. لحد الآن فريق الجيش الملكي هو صاحب المبادرة.
عالية، شات خطيرة وتدخل جيد لمحمد عقيد، تدخل جيد لمحمد عقيد في المحاولة الأخيرة من ركنية نفذها. محمد كمال وتعود مرة أخرى هجمة لصالح فريق الكوكب المراكشي، ولكن تجاوزت التماس وبالتالي تماس الآن لصالح فريق الجيش الملكي. إذا لحد الآن نتابع 11 دقيقة مستوى جيد متوسط لبداية هذا الجولة الأولى، وبالتالي دائما البحث عن جديد ولا جديد خلال هذه المباراة، دائما التعادل السلبي صفر لمثله. فريق الجيش أخذ المبادرة ولكن المبادرة لم تتجسد. تجسد بطبيعة الحال. على مستوى النتيجة أخذ ورد ما بين الطرفين، إذا القراءة تماس مرة أخرى لصالح فريق الجيش الملكي. أذكر بأنه فريق الكوكب كان قد تفوق في مباراة الذهاب بواقع هدفين لهدف، وبالتالي ياسين الذهبي ومحمد الفقيه كانوا من وراء تسجيل هدفي فريق الكوكب المراكشي، في حين عبد الرحيم شكير سجل من ضربة جزاء. يغيب عن هذه المواجهة صبر الغنجوي في خط وسط الميدان، دائما للاعبي فريق الجيش الملكي. ضغط خلال اللحظات. تونغرا حراسة رصيقة على لاعب تونغرا، تعود مرة أخرى الآن فريق الجيش الملكي بدأ يبحث عن الاستحواذ على الكرة على مستوى خط وسط الميدان، وبالتالي دائما أخذ ورد ما بين الطرفين. توفيق إجروتن الآن، إجروتن يهيئ كرة هجمة وركنية، الركنية الثالثة لفريق سنتابع مرة أخرى ركنية لصالح فريق الجيش الملكي. بالرحمة يرفع كرة خطيرة وخروج عقيد بصعوبة، تم إبعاد هذه المحاولة. محمد كمال والهدف، محمد كمال يمكن أقول بأنه المكسب الجديد لفريق الجيش الملكي. تسديدة لا تصد ولا ترد، يمكن أقول لا تصد ولا ترد هذه التسديدة. اللاعب محمد كمال يدين بالفضل الكبير للمدرب عزيز العمري الذي وضع الثقة في هذا اللاعب، وبالتالي صار محمد كمال من اللاعبين المميزين. قلت بأن مباراة صعبة لفريق الكوكب المراكشي، إذا بالفعل سددها في الزاوية اليمنى، وبالتالي تسديدة قوية كانت جدا، وكانت من الصعب أحمد المجا أكيد بأنه فعل بشكل كبير. فريق الجيش الملكي يخطط الآن لخطف 3 نقاط، وبالتالي الإجابة كانت سريعة.
الإجابة كانت سريعة من خلال تحقيق هذه النتيجة. إذن سنتابع فريق الكوكب المراكشي الآن مطالب بردة فعل أقوى، ليس له خيار آخر سوى أنه يحقق نتيجة إيجابية، وبالتالي العودة في النتيجة أصبحت الآن ضرورة ملحة في بداية هذه المباراة. ضربة خطأ الآن، المباراة ستدخل في محك آخر، وبالتالي سنتابع الآن ضربة خطأ. بالفعل حكم كان قريب، ضربة خطأ ضد اللاعب إلياس الحداد. ضربة خطأ لصالح فريق الكوكب المراكشي، وبالتالي الآن محاولة سينفذها أحمد شاكو، يسدد ترتطم بالحائط. الكل اعتقد بأنه إما خالص قطع الفقية، لكن تزيدت أحمد شاكو عقيد. محمد عقيد، كرة أمامية ولكن كانت بعيدة. تعود مرة أخرى تونغالا، خط وسط الميدان دائما للاعبي فريق الجيش الملكي. معركة وسط الميدان وأيضا صار لصالح فريق الجيش الملكي. إجروتين الآن يبحث عن التوغل، وضربة مرمى كانت هناك تغطية جيدة من مدافع فريق الكوكب المراكشي. 18 دقيقة إيقاع المقابلة لا يخدم بتاتا مصلحة فريق الكوكب المراكشي، لأنه بالطريقة الأكبر مستفيد هو فريق الجيش الملكي بطبيعة الحال. تعود الآن في خط وسط الميدان دائما لاعبي فريق الكوكب المراكشي. كرة الآن عالية، لاعبو فريق الكوكب مطالبين بسرعة أكثر ودقة أكثر في التعامل مع معطيات المباراة، يجدون صعوبة في فرض إيقاع مصوبهم على مستوى خط وسط الميدان، وهذا هو الواضح. تعود مرة أخرى، تعود وبالرحمة كاد أن يصاب في هذا الارتقاء، لم يكن صحيح جدا هذا الارتقاء. محاولة الآن الاختراق خطيرة الآن فريق الكوكب المراكشي، البحث الآن بطريقة جيدة، ولكن كانت التغطية الدفاعية حاضرة، استخراج جيد. هذه ردة الفعل التي كنت أتحدث عنها المطلوبة من لاعبي فريق الكوكب، ولكن جمال إنغري تمكن من الحصول على ركنية. لا يجب المحاولات أن تكون فردية بقدر ما يجب أن تكون جماعية، ولكن فريق الجيش الملكي مالئ خط وسط الميدان بشكل جيد. كرة الآن عالية وتعود للحارس محمد أمين البرقدي خط وسط الميدان. تعود مرة أخرى،
للحارس محمد أمين برقادي. محمد أمين برقادي لأيوب العملود. تونغرا إلياس الحداد. أمين برقادي في وسط الميدان. الفقيه الآن من جانب فريق الكوكب خالد السقاط. فريق الكوكب الآن بدأ لاعبون يتحسنوا على مستوى خط وسط الميدان، وهذا هو المطلوب بالنسبة للاعبي فريق الكوكب المراكشي. الأحكام على خط وسط الميدان ثم التفكير من بعد في الحلول على مستوى الحلول التهديفية. إجروتنا الآن إلياس حداد. تعود مرة أخرى. وضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي والمسجل محمد كمال. دائما التفوق بهدف للصفر لصالح فريق الجيش الملكي. إجروتن بطريقة جيدة. أيوب العملود وسط الميدان لبن رحمة. تونكارا ممتازة هذه المحاولة، وإجروتن هذه محاولة كانت خطيرة جدا، واسترجاع من النغمي بطريقة جيدة. ما كاينش خطأ يقول الحكم، ولكن إجروتن تسديدته كانت بعيدة. تعود الآن في خط وسط الميدان دائما للاعبي فريق الجيش الملكي، وضربة خطأ لصالح فريق الكوكب المراكشي. احتياطي الكوكب اكيد بانه التفكير في تحقيق نتيجة ايجابية امر يبقى ملح. كرة الان عالية تعود في خط وسط الميدان. ضربة خطأ بسرعة تعود للاعب فريق محمد الفقيه، من ابرز اللاعبين. يمكن اقول بانه الحلول يجب ان تاتي من اقدام بالفعل. ضربة خطأ كانت ضد اللاعب بالرحمة ولصالح اللاعب الحق النادي. إذا لاعب فريق الكوكب مطالبين بردة فعل أسرع وأدق إن أرادوا تحقيق نتيجة إيجابية، وبالتالي هذا الأمر لا يتأتى. تعود الآن كرة عالية خط وسط الميدان. هجمة الآن لصالح فريق النغمي يوقع في فخ التسلل بعد منطقة التمريرة. كرة الآن في خط وسط الميدان دائما لصالح فريق الجيش الملكي. محمد كمال لتونغالا. استرجاع من لاعبي فريق الكوكب المراكشي. فريق الكوكب الآن بكل هدوء يبحث عن منافذ، خصوصا بأنه لاعب فريق الجيش الملكي. ترجع الوراء.
وسط الميدان الآن هجمة لصالح فريق الكوكب المراكشي. البحث عن التمرير والتماس. إذا بدأت تتحرك آلة الكوكب المراكشي لكن برتم أضعف. سنتابع مرة أخرى. ضربة خطأ. خط وسط الميدان. خالد اسقاط لعقيد. احمد شاقو. لخالد اسقاط. تعود مرة أخرى في خط وسط الميدان للاعب فريق الكوكب المراكشي. محاولة الآن للاختراق ولكن كما قلت بأنه كان هناك تكتل الشخصي. عبد الواحد فد المحاولة كي يرفع الكرة ولكن كل الكرات العالية كتكون فقط للاعب فريق الجيش الملكي. عبد الواحد الشخصي الآن اختار بأنه الكرة تكون أرضية بعد ما كانت التمريرة في اتجاه لاعب فهد ديفي أو لاعب عفوا إلى عميمي. ضربة خطأ لصالح فريق الكوكب المراكشي. عبد العميمي الآن في البحث عن الضغط. سنتابع مرة أخرى ضربة خطأ لصالح فريق الكوكب المراكشي. خالد اسقاط وكانت في اتجاه الحارس أمين بورقادي. وتعود الآن حارس أمين بورقادي بعد ما كانت هناك مضايقة من أحد لاعبي فريق الجيش الملكي. إذا نصف ساعة الأولى تسير نحو النهاية ودائما هدف للسفر لصالح فريق الجيش الملكي سجل اللاعب محمد كمال وسط الميدان لصابر الغنجاوي. وتعود مرة أخرى لمحمد أمين بورقادي. لحد الآن إيقاع المقابلة يخدم مصلحة فريق الجيش الملكي. تابع هذه المحاولة وكان هناك خروج جيد لمحمد أمين بورقادي. 30 دقيقة من عمر هذه الجولة الأولى. دائما هدف لسفر لصالح فريق الجيش الملكي. خالد سقاط. كانت محاولة للتسديد لكن كسرت هذه المحاولة لتعود مرة أخرى. وسط الميدان
لاعبين لصالح لاعبي فريق الكوكب المراكشي. كيرفع كره خطيره ديال المحاوله وتدخل جيد للحارس امير بورقادي بعد ما كانت محاوله بينيس تكون جميله. صبر الرجاوي لتوغالا متقطع ولكن تكسر هذه المحاولة بعدما تقطعت الكرة للاعب المادي النغمي. كان المباراة في جولتها الأولى لاعبو فريق الكوكب مطالبين باش انهم يدخلوا في المقابلة بشكل احسن واقوى، لانه كأن فريق الجيش الملكي ينوم المباراة بالرحمة. تونكارا مهدي النغمي ولكن كان هناك تدخل جيد، ما كانش هناك خطأ. تتن لم يكن هناك خطأ وبالتالي تعود المحاولة للاعب فريق الكوكب المراكشي. عبد الإله حميمي يهيئ كرة جيدة ولكن التغطية كانت لإلياس حداد بعد ما كانت الكرة في اتجاه لاعب ياسين الذهبي اللاعب السابق لفريق المولودية الوجدية. مناسبة الصراع على أشد في القسم الوطني الثاني، مولودية وجدة جمعية السلا المغرب الفاسي من أبرز المرشحين للالتحاق بدور الدرجة الأولى، ولكن هذا أمر ما زال يلزم كثير من الوقت للحكم. ركن الآلي صالح فريق الكوكب المراكشي أحمد الباشا سيقوم بعد لحظات بتغيير. مهدي زايا يستعد للدخول، تغيير مبكر. مهدي زايا تقريبا مكان سنتابع عبد الإله حميمي. واحد الشخصي اعتقد مكان اللاعب فهد ديفي وحاولت التمرير ولكن لم تكن ناجحه لحد الان. ما كاينش ذلك الضغط، ذلك الضغط القوي. على مرمى الحارس محمد أمين البرقدي الذي من شأنه أن يخلق متاعب كثيرة لدفاع. تعود الكرة الآن وراء جلال مغري، كيردها اللاعب خالد السقاط. خالد السقاط لأحمد شاقو، صعود عند واحد الشخصي. كرة الآن عالية ولكن كان سوء التفاهم وبالتالي تماس صالح فريق الكوكب المراكشي. 35 دقيقة أحمد شاكو تعود مرة أخرى. عند واحد الشخصي الآن وضربة خطأ لصالح فريق الكوكب المراكشي. سنتابع الآن ضربة خطأ قد ترفع ولكن فقط لمحمد أمين بورقادي. لحد الآن بالطريقة الصحيحة على لاعبي فريق الكوكب المراكشي أنهم يسجلوا الهدف، صعيب جدا وبالتالي
يجب الضغط بشكل أدق عن طريق بناء عمليات هجومية وتكون إما بالاختراق أو عن طريق الجهتين اليمنى أو اليسرى. محمد كمال حتى الآن لاعبو فريق الجيش الملكي يلعبون براحة كبيرة. إلياس حداد، إجروتن الآن يبحث عن الاختراق لصابر الغنجاوي. وسط البطولة الوطنية لكرة القدم مباشرة على قناة الرياضية. أولمبيك خريبكا شباب الريف الحسيمي، مباراة تتابعونها الأحد ابتداء من الساعة 3:00 عصرا مباشرة على قناتكم الرياضية. متعة وقمة مباريات الدوري البلجيكي الممتاز على الشاشة الرياضية. في واحدة من أقوى مباريات الجولة 28، ستاندارد ليج يستضيف فريق ميتشلن على أرضية ملعب موريس دوفراسن. لقاء تتابعونه مباشرة الأحد ابتداء من الساعة 1:30 زوالا. إما في اتجاه الحارس أمير مرقدي وفي اتجاه القامة الطويلة لإلياس الحداد. محمد كمال تعود الآن للاعب فريق الجيش الملكي، مستوى جد متوسط. يوسف العمري الآن لتونغرا، أونغرا بن رحمة، صابر الغنجاوي. لكن التمريرة كانت في مكان ضيق جدا، محاولة اختراق خطيرة. هذه المحاولة خطيرة، هذه المحاولة كانت محاولة اختراق أن تؤتي أكلة. سنتابع الإعادة بواحد عصري، كان ممكن أن نتابع الإعادة الأخيرة لهذه المحاولة والتي كانت على إثرها هذا الهجمة أن تعطي أكلها لإبراهيم نجم الدين تابع. نعود التماس بكل روح رياضية للاعب فريق الجيش الملكي. تونغار الآن لتوفيق كجرتن. فريق الجيش حقق الهدف وبدأ يساير ويجاري إيقاع المباراة. تعود مرة أخرى لأمير بورقادي، خط وسط الميدان بن رحمة. لحد الآن يمكن أقول بأنه فريق الجيش حقق الأهم. ياسين الذهبي بالكعب، خطيرة هذه المحاولة، كانت ترفع الكرة. كانت محاولة جيدة. أدبين المحاولات عايز العبري طبعا. الحال حقق لاعبوها الأهم، سجلوا الهدف الاول يمكن اقول باقل مجهود. نشاهد الان عبد الله حميمي ارفع الكره، كانت محاوله جيده. وجمال إيميغري يمكن اقول بانه بقليل الحظ كان ان يخلق فرصه حقيقيه للتسجيل. خالد اسقاط،
كرة عالية ولكن فقط للاعبي فريق الجيش الملكي. تغطية جيدة من عبد الواحد الشخصي، ولكن حد الآن نعيش الأربع دقائق الأخيرة من عمر هذه الجولة الأولى. أحمد البجا بطبيعة الحال قام بتغيير، ولكن حد الآن الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية بطبيعة الحال تحدو الطرفين. ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي، ونحن الآن على مشارف شاهدوا إبراهيم نجم الدين هو اللي كان وراء هذه العرقلة، وبالتالي ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي. سنتابع الآن ضربة خطأ بالرحمة. ما بعيدة شد المحاولة على مرمى الحارس محمد عقيد، هل سيفعلها كما فعل برحمة في مباراة أخرى؟ إذا تركيز كبير. سنتابع برحمة أرضية ولكن لم تكن خطيرة، استرجاع جيد، ضغط خلال اللحظات لفريق الجيش الملكي، وممتاز لاعب تونغراك يرفع الكرة بطريقة جيدة لإجروتن بالرحمة، تسديدة ولكن ضعيفة لم تكن مركزة بالشكل الجيد. شاهدوا الآن هذه المحاولة، سدد بقوة ولكن لم تكن مركزة، لم تكن مركزة. إذن ضاعت هذه المحاولة على فريق الجيش الملكي، يبدو بأنه الجولة الأولى تسير نحو النهاية في التوقيت. توقيت الجولة الأولى الآن الدقيقة 43، لم تفصل هنا دقيقتين، ويبدو بأنه النتيجة ستبقى صامتة بهذا الشكل. ليس هناك كذلك، ما غيكونش هناك توقيت ضائع كثير، وبالتالي ستبقى النتيجة بهذا الشكل. اللهم استثنينا إحدى هذه المحاولات الأخيرة لفريق الكوكب المراكشي، كرة عالية بدون تركيز واسترجاع. كما قلت هذه الجولة الأولى يجب على لاعب فريق الكوكب أن يدخلوا في إعادة حساباتهم، لأنه ما كاينش هناك تركيز بتاتا، وبالتالي هذا أمر يؤثر حتى على عملية بناء الهجمة، وبالتالي نلاحظ صعوبة بالغة. كرة عالية الآن فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي الآن يبحث، عندما سجل الهدف حقق الأهم. هذا أمر لا أقول طبيعي، ولكن الأمر بديهي بالنسبة للاعبين البطولة الوطنية، رغم أنه أمر غير صحيح، ولكن بطبيعة الحال لاعب فريق الجيش الملكي حققوا الأهم، وبالتالي فالعزيز العمري هو الآن حس، لن أدخل في الحس، ولكن حس النتيجة هي تعتبر إيجابية بالنسبة للاعبي فريق الجيش الملكي، كانوا قادرين على أنهم يكون عندهم عطاء أكثر أكبر، كيوصلوا بسهولة لمرمى الحارس عقيد، على عكس فريق الكوكب المراكشي يجدون صعوبة في الوصول لمرمى الحارس محمد أمير مرقدي. بالتالي فأحمد المهجا يجب أن يحفز لاعبيه، وخصوصا
الإشارة للتركيز لأنه هو الأمر المهم. نفذ التماس الآن من لاعب فريق الجيش الملكي. بعد لحظات سندخل في الوقت البدل الضائع. الحكم يقول ضربة خطأ لفريق الكوكب المغربي. صراحة لم يخلق فرص حقيقية للتسجيل. إذا دقيقة واحدة كما قلت بأنه ما كانت هناك وقت بدل ضائع طويل. وبالتالي سنتابع آخر ضربة خطأ عن هذه الجولة الأولى. محمد الفقيه ضربة خطأ قد ترفع كرة والإبعاد. عبد الواحد الشخصي بدون اتجاه وتركيز. وبالتالي جولة أولى للنسيان بالنسبة لفريق الكوكب وفريق الجيش الملكي. حقق الأهم رغم أنه قادر على أن تكون الحصة أكبر، ولكن أكيد بأنه للمدرب عزيز العمري حديث مع لاعبيه، وكذلك لأحمد الماجا حديث مطول مع لاعبيه والكثير من الملاحظات للاعب فريق الكوكب المرموشي، لأنه صراحة أداء غير مقنع للاعب فريق الكوكب وفريق الجيش الملكي. حقق الأهم. مشاهدينا الكرام أشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى أن ألقاكم خلال الجولة الثانية بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لزملائي مرة أخرى. نعود هنا إلى الملعب الكبير بمدينة مراكش لنتابع الجولة الثانية. الجولة الأولى انتهت بتفوق فريق الجيش الملكي، وبالتالي أكيد بأن الجولة الثانية كان هناك حديد للمدربين. أكيد بأن فريق الكوكب المراكشي لم يقنع خلال الجولة الأولى للأمانة، وبالتالي سنتابع جولة ثانية برغبة في العودة في النتيجة بالنسبة لفريق الكوكب المراكشي وفريق الجيش الملكي. لتأكيد أقول لتأكيد الطفرة، وبالتالي تحقيق نتيجة إيجابية خلال الجولة الثانية. إذن مباراة بطموحين مختلفين برغبة كبيرة من الطرفين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وبالتالي سنتابع لا محالة الجولة الثانية وسنترقب لما ستؤول إليه ما بين الطرفين. وبالتالي البحث عن تحقيق نتيجة إيجابية يبقى هو طموح الطرفين. إذا الفريق الكوكب المراكشي قام بتغيير في الجولة الأولى، في حين الجولة الثانية لم يكن فيها أي تغيير ما بين طرفين. فريق الكوكب دائما هذه كانت محاولة خطيرة، كانت محاولة خطيرة لفريق الجيش الملكي، والمحاولة الخطيرة لم يكتب لها النجاح. خالد سقع في وسط الميدان للاعب البديل مهدي الزايا. تعود الآن خالد سقاط في وسط الميدان. دائما لاعب فريق الكوكب المراكشي. محاولة وصابر الغنجاوي. الشمالي مغي
وسط الميدان، تعود للاعب فريق الكوكب المراكشي. إذن إبراهيم نجم الدين، أحمد شاكو، عبد الواحد الشخصي كيرفع الكرة في اتجاه الزاية. ياسين الذهبي، مهدي النغمي، تدخل تونغالا، والحكم كيقول ضربة خطأ ضد اللاعب إبراهيم تونغالا في وسط الميدان. دائما البحث الآن عن التوغل للاعب فريق الكوكب المراكشي. خطيرة هذه المحاولة ولكن لم يتم التعامل معها باليقظة اللازمة وبالتركيز الممكن. تعود الآن محاولة الضغط وضربة جزاء. الحكم يقول ضربة جزاء، ضربة جزاء. مسلم ياسين يعلن عن ضربة جزاء. سنتابع مرة أخرى الإعادة. فريق الكوكب المراكشي يتنفس الصعداء بالرحمة. سنتابع هذه المحاولة، هذه المحاولة الأخيرة. الفقيه عبد الأميمي يبحث عن التوغل، وبالرحمة وضع اليد ديالو في المكان الغير ممكن وحتى في التوقيت، وبالتالي الأميمي كان في المكان المناسب. وضربة جزاء يمكن اعتبار بأن هدية منحت من برحمة للاعب فريق الكوكب المراكشي. إذن سنتابع ضربة نرفزة واضحة للمدرب عزيز العمري. سنتابع ضربة جزاء وتركيز كبير، تركيز كبير، والهدف، والهدف يسجل اللاعب محمد الفقيه نجم الفريق، يسجل الهدف محمد الفقيه، يسجل الهدف. إذا مباراة أخرى ستنطلق لا محالة. مباراة أخرى تعود الآن وراء لإلياس الحداد. إذا لاعب فريق الكوكب أحسن سيناريو كان كيتمناو هو أنهم يدخلوا ويسجلوا الهدف. يمكن أقول بأنه هدف كان ضد مجرى اللعب، وبالتالي سجل بطريقة لم تكن متوقعة، خصوصا بانه كانت مراوغه من عميمي، وبالرحمه وقع في المحظور، وطف يده بالطريقه غير الصحيحه، وبالتالي كان ذكي اللاعب عميمي، وبالتالي سقوطه اعطى للحكم الفرصه في اعلان ضربه جزاء. اذا على العموم سنتابع الان كره في خط وسط الميدان. دائما لاعبي فريق الكوكب المراكشي الان المعنويات صارت مرتفعه، المعنويات صارت مرتفعة في خط وسط الميدان لتونغرا. تعود لمحمد كمال. تونغرا كان يبحث عن التوغل، استرجاع من لاعبي فريق الكوكب المراكشي، خصوصا أن هذا الهدف سيدخل الفريق في حالة انتعاشة مؤقتة، وبالتالي الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية تحت الطرفين خصوصا بعد هذا التسجيل الهدف. سنتابع خط وسط الميدان. أحمد كمال كيرفع الكرة ولكن فقط لحارس عقيد. إذن بداية الجولة الثانية أعطت تغيير في النتيجة. صابر الغنجاوي، نتيجة
النتيجة لم تكن حاسمة قلنا مع نهاية الجولة الأولى، وبالتالي فريق الجيش كان بإمكانه أن يسجل أكبر عدد من الأهداف لو كان بقليل من التركيز والجدية اللازمة. وبالتالي أكيد بأن المدرب عزيز العمري أشار اللاعبين لهذه الملاحظة ما بين الشوطين، بل كان تحكم كلي على مستوى خط وسط الميدان. تعود الآن يوسف العمري في خط وسط الميدان لبالرحمة، عملية إحماء، محاولة المراوغة من إجرة ولكن ضائعة. تعود مرة أخرى لفريق الكوكب المراكشي أيوب العبنود، يهيئ كرة لمحمد أمير بورقادي، يرفع الكرة وتدخل خالد السقاط الفقيه، يسترجع الكرة مسجل الهدف من ضربة جزاء بعد الصدى عند إلى عميمي. الآن عناصر الكوكب المراكشي دخلت في المباراة في الجولة الثانية بشكل جيد وأتقن، وبالتالي شتان ما بداية الجولة الأولى والثانية. كرة الأنانية خطيرة، هذه المحاولة خالد السقاط، استرجاع جيد من بن رحمة، هذه كانت محاولة جيدة. وعقيد كيرفع الكرة، مكاينش تسلل. تعود الآن ضغط خالد لحظات من جانب، ولكن لم أحصلش كرة بطريقة جيدة لاعب فريق الكوكب المراكشي. توكر الآن يهيئ كرة، كانت محاولة التمرير جيدة ولكن ضائعة من لاعب المهدي النغمي. استرجاع من لاعبي فريق الكوكب المراكشي. إذا الجولة الثانية تحسنت بشكل كبير حتى على مستوى الأداء الفني. تسديدة، أوي 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 أوي، تسديدة جميلة من عبد الواحد الشخصي، تسديدة جميلة من عبد الواحد الشخصي على بعد 32 متر تقريبا، يسدد بقوة وبصعوبة محمد أمين بورقادي، يتفاعل مع هذه المحاولة. في ردة فعل كانت جيدة، سنتابع الآن الركنية. ركنية الآن تعود مرة أخرى صابر الغنجاوي في الوسط، عالية والحكم كيقول ضربة خطأ لصالح اللاعب يوسف العمري. إذا فريق الجيش الملكي تعادل بطعم الهزيمة بطبيعة الحال، خصوصا بأنه كان متقدم. أذكر بأنه نتيجة الذهاب كانت 2-1 لصالح فريق الكوكب المراكشي. كان ذلك لدار المدرب فؤاد السحبي الذي كان يشرف على فريق الكوكب المراكشي. خطيرة هذه المحاولة، ولاعبو هو الطاقم التقني مساعد المدرب وأيضا احتياطي والجيش طالبوا الحكم بضربة جزاء، لكن الحكم كان قريب ولم يعلن عن أي شيء. تعود مرة أخرى خالد السقاط، يخطئ الإبعاد وركنية، سنتابع مرة أخرى ركنية لصالح فريق الجيش الملكي بالرحمة. عالية والضربة رأسية،
الحكم يقول ضربة مرمى، أكيد بأنه التغييرات هي الكفيلة بإعطاء تغيير في النتيجة، خصوصا من جانب فريق الجيش الملكي. محمد عكي أيوب العبنود حاول يحصل ولكن ما حصلش كرة بطريقة جيدة، تصل ياسين الدهبي لمحمد الفقيه وسجل الهدف، تعود مرة أخرى للاعبي فريق الكوكب المراكشي. وتعود مرة أخرى للتماس، تماس لصالح فريق بسرعة. هذه كانت محاولة خطيرة، صراع كبير مع لاعب ياسين الدهبي في هذه المحاولة الأخيرة وسط الميدان. عبد الرحيم اللاعب الذي حصل على ضربة جزاء، أو عفوا اللاعب ديزايا، كرة في الجهة اليسرى. فريق الكوكب يمكن أقول بأنه دخل بشكل آخر. حكم الشاب داميري ياسين انتقى رفقة الحكم برواد عبد الرحمن أو وبوسليم ياسين حكم الوسط. إذا الربع الساعة الأولى مرت من هذه الجولة الثانية، الجديد هو فريق محاولة خطيرة، الجديد وتابع الآن كرة ترفع وتدخل أمين برقدي بسرعة، كرة كانت عالية سريعة جدا سريعة جدا. وسط الميدان وتعود مرة أخرى الكرة الآن تماس، كذلك لاعب فريق الكوكب المراكشي الآن احتياطي في عملية أحماء، يشير بأن فريق الكوكب قام بإجراء تغيير حدود الدقيقة 32 من الجولة الأولى. واللاعب زايا مرة أخرى ترفع الكرة، خطيرة هذه المحاولة، خطيرة هذه المحاولة البحث عن تسديد. بالرحمة يرفع الكرة في اتجاه إجروتن أمام منتجة لاعبين، إجروتن سريع وتمر جانبا، تمر جانبا وركنية، ركنية لصالح فريق الجيش الملكي. إذا ركنية لصالح فريق الجيش الملكي. سنتابع الآن ركنية وتدخل عقيد. إذا لاعب فريق الجيش الملكي فريق الكوكب عفوا ارتفعت المعنويات بشكل جيد، بادي حقي تدخل قبل قليل. إذا أيوب العملود سنتابع مرة أخرى، سنتابع تعود بسرعة صابر الغنجاوي، صابر الغنجاوي يوسف العمري يرفع الكرة وخروج جيد لمحمد عقيد في هذه المحاولة الأخيرة. واتصل الآن ولكن كان هناك التسرع وضاعت هذه المحاولة، إذا ضاعت خطورة هذه المحاولة. وسط الميدان ليوسف العمري، زايا زايا
صراع كبير سار على مستوى خط وسط الميدان، صراع كبير. إذا بالفعل كما قلت المدرب عزيز العمري سيدخل إبراهيم البزغودي، توقيت أعتبره جد مثالي بالنسبة لدخول إبراهيم البزغودي لأنه سيعطي الإضافة لا محالة. إذن إبراهيم البزغودي مكان لاعب مهدي النغمي. إذن مهدي النغمي الذي يبدو ما حضرش بكامل تركيزه وقوته، وبالتالي مهدي النغمي يغادر ويترك الفرصة لإبراهيم البزغودي. إذن إبراهيم البزغودي الفرصة الآن بين أقدام، ويتذكر إبراهيم البزغودي أنه سجل في هذا الملعب في مباراة أمام فريق الرجاء البيضاوي بعدما دخل في التوقيت قاتل. تعود الآن في خط وسط الميدان، وحاول وفي الوسط لخالد سقاط. محاولة التمرير لكن استخلاص جيد، لكن مغامرة، كانت مغامرة كبيرة في هذه اللقطة وهذه المحاولة. محسن العشير التمريرة لم تكن صحيحة في مثل هذا الوقت، وتعود الآن لوسط الميدان. في الوسط إذا ورقة صفراء، ورقة صفراء لأحمد شاقو. إذا ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي للحكم كيطلب إعادة تنفيذ الخطأ من المكان المناسب. إذا الكرة في خط وسط الميدان دائما لاعب فريق الكوكب المراكشي البحث، ما كاينش هناك تسلل. هجمة خطيرة، هجمة خطيرة، ولكن الحكم لم يعلن عن أي شيء، الحكم كان قريب. الحكم كان قريب لم يعلن عن أي شيء، وبالتالي تابع الآن كرة في خط وسط الميدان دائما لصالح فريق الجيش الملكي. شاهدوا الآن هذه المحاولة يوسف العمري. ما كانش موفق بتاتا فالمراوغة، وبالتالي يحصل على ضربة خطأ. إذا ضربة خطأ لصالح فريق الجيش الملكي بالرحمة، كيرفع الكرة ولكن الحكم أشار إلى أن هناك تسلل، وبالتالي البحث متواصل. خالد سقاط
خالد السقاط يمرر في اتجاه ياسين الدحبي. إلياس الحداد، ولكن كانت التغطية والحكم يعتبر ما كانش هناك خطأ وضربة مرمى. إذن إبراهيم البزغودي من جانب فريق الجيش الملكي، وزايا من جانب الكوكب. هذوما التغييران الوحيدان إلى حدود هذه اللحظات. ذكر بأن مباراة الذهاب انتهت بتفوق هدفين لواحد لصالح فريق الكوكب المراكشي، وكان لذلك المدرب فؤاد السحابي والذي كان يشرف على الفريق. ممتازة، ممتازة جدا من إبراهيم البزغودي بالكعب بطريقة رائعة وجميلة. نتابع هي الكرة لتونغرا، ولكن التسديدة لم تكن تونغرا. أبو بكر إبراهيم اللاعب السابق لفريق شباب أطلس خنيفرة تعود الآن في خط الوسط للاعبي فريق الكوكب المراكشي. واسترجاع مرة أخرى لمحمد أمين بورقادي. صابر الغنجاوي وسط الميدان، تعود مرة أخرى فريق الكوكب المراكشي. اعتقد بانه غادي يكون تغيير بعد لحظات من جانب الكوكب. اذا المباراه دخلت في خانه الدقائق الحاسمه والمصيريه، وبالتالي الان كل فريق سيحاول على ان يجهز على المباراه من خلال هذا التوقيت المتبقي. اذا العد العكسي للدخول في الربع ساعة الأخيرة، لا تفصلنا سوى دقائق معدودة للدخول في الربع ساعة الأخيرة من هذه المباراة. التعادل الإيجابي هدف لمثله. في وسط الميدان إبراهيم البزغودي، فريق الجيش هو الذي سيكون سباقا لاجراء التغيير. حفيد ليركي، اذا رقم 10 عبد الحفيد ليركي اللاعب السابق لحسنية اكادير يستعد للدخول. هل سيكون مكان اللاعب صابر الغنجاوي؟ اذا سنتابع. يوسف العمري لإبراهيم البزغودي، بالرحمة للبزغودي، تعود
تدخل كان جيد لمحسن العشير. استرجاع جيد مع أربعة لاعبين أمام أربعة لاعبين الذهبي، ولكن كانت هناك تغطية جيدة وتعود مرة أخرى لإبراهيم الطنقرة. وهالضربة خطأ ينفذ لاعب الرحبة إبراهيم المزغودي. كانت هناك أعتقد كانت هناك لمسة يد، كانت هناك لمسة يد وتعود مرة أخرى في وسط الميدان إبراهيم التونكرا للمزغودي. في وسط الميدان اذا هجم الان محمد الفقير، هجمه خطيره يبحث عن التسديد، ولكن كانت الرؤيه جيده من الياس الحداد. اذا العد العكسي للربع الساعه الاخيره ابتدا. ابراهيم التونكرا من سيسجل سيحسم في المباراه. خطيره هذه المحاوله والهدف، ابراهيم التونكرا يسجل الهدف. كان يتحين الفرصه، كان يتحين الفرصة وينتظر فريق الكوكب المراكشي بذل مجهود كبير، لكن هذه الهجمة المضادة إلياس الحداد كان سوء التغطية على مستوى خط وسط الميدان، وإبراهيم التونكرا يسجل الهدف الأول. اللاعب الذي انتدب فريق الشباب أطلس خنيفرة يسجل الهدف الثاني له، أو الثاني للفريق الجيش الملكي عفوا، وبالثاني هدف جاء في توقيت جد جد مهم بالنسبة لفريق الجيش الملكي. قبل لحظات كنت أتحدث بأنه توقيت حاسم في تحديد نتيجة المباراة، هل ستكون ردة فعل الكوكب أقوى؟ لن سنتابع. هل ستكون ردة فعل الكوكب أقوى؟ الفقيه سجل ذهابا وإيابا، سنتابع. هذه محاولة ياسين الدهبي، ياسين الدهبي الزاير الآن فريق الكوكب المراكشي في المراوغة، ومحسن العشير. إذن تدخل نجم الدين، تصل لعبد أحد الشخصي الذي كان وراء التسديدة، كانت تسديدة جميلة ولكن لم يكن موفق بالشكل الكبير. إذن الآن المباراة، إذن عبد الحفيظ ديركي، عبد الحفيظ ديركي، إذن مكان محمد كمال. إذن بعد إبراهيم المزغودي جاء الدور على عبد الحفيظ ديركي. محمد كمال مسجل الهدف الأول. سنتابع مرة أخرى. سوى مباراة القمة الوداد بركان وأيضا الفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديد، وبالتالي الكل يعلم قيمة هاتين المواجهتين
في سلم ترتيب عشاق الفريق الجديد يواصلون المغامرة. أقول يواصلون المغامرة، أشد المتفائلين كانوا لا يتوقعون هذه المسيرة لفريق الدفاع الحسني الجديدي الذي كان الموسم الفارط يصارع من أجل البقاء، وبالتالي هذا الموسم يقدم نفسه كحصان أسود قادر على قلب التوقعات والموازين في الصراع مع فريق الوداد البيضاوي. سنتابع مرة أخرى كرة في خط وسط الميدان، ما زالت هذه المباراة قادرة على أن تحمل الجديد وقادرة على أن تعطينا التغييرات. لا محالة في النتيجة، فريق الجيش الملكي سجل في توقيت جد مهم. فريق الكوكب المراكشي يمكن أقول بأن أحسن بداية نت له خلال الجولة الثانية، ووقع هدف التعادل ولكن لم يحافظ على هذا الامتياز. هجمة الآن لفريق الجيش الملكي، 12 دقيقة تفصلنا عن نهاية هذه المباراة، 12 دقيقة تفصلنا عن نهاية هذه المباراة. وسنتابع ونتوقع بأن تكون العشر دقائق الأخيرة فيها حماس وإثارة. إجرتنا الآن تسديدة لبرحمة، ولكن تسديدة كانت بعيدة كل البعد، تهيئ كان جيد، تهيئ كان جيد. إذا الفريق الكوكب المراكشي يقوم بالتغيير. خروج عبد الله ميمي الذي حصل على ضربة الجزاء، ودخول رقم 9 يونس رشيد، وبالتالي العشر دقائق الأخيرة لا محالة ستحمل الجديد. لا تنسوا مواعيد تغرب المشاهدة، الوداد البيضاوي سيواجه نهضة بركان بعد هذه المباراة، وغدا اتحاد طنجة ستواجه الرجاء البيضاوي، ولا تنسوا كذلك في نفس توقيت مباراة الوداد ونهضة بركان. ولكن غدا القمة بين الفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي. الدفاع الحسني الجديدي الآن أصبح يلبس ثوب مقارعة الأبطال وثوب البطل، وبالتالي فريق الدفاع الحسني الجديدي في نفس ترتيب فريق الوداد، لكن بامتياز هدف فارق الأهداف بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي. إذا كل العيون ستتابع صراع الثلث الأخير من البطولة. لا تنسوا بأنه هناك العديد من المباريات القمة، الرجاء الدفاع الحسن الجيدي، فكل المباريات الوداد الدفاع، كل المباريات صارت الآن تحمل نكهة المنافسة. فريق الجيش الملكي هل يكون هذا الانتصار السادس له هذا الموسم؟ وبالتالي ففريق الجيش الملكي يبحث عن الوصول لحاجز 25 نقطة، ففي حالة الفوز سيرتقي إلى الرتبة السادسة متقدم الحسنية أكادير. تعود الكرة في خط وسط الميدان لصالح فريق الجيش الملكي. استرجاع عبد حفيظ الدركي، وضربة خطأ إذن شمال إيميغري يحصل على ورقة صفراء، إذن أقل من 7 دقائق. إذن الحفي الدركي بالفعل كان هناك خطأ، وبالتالي
سنتابع ضربة خطأ. فريق الكوكب المراكشي بدأ بداية جيدة في الجولة الثانية، وبالتالي الهدف الأول كان بواسطة اللاعب محمد كمال، اللاعب السابق لفريق الرشاد البرنوسي اللي كان يشرف عليه آنذاك اللاعب الجيش السابق ومدرب الجيش عبد الملك العزيز، والذي كان قد انتدب. حين المدرب العزيز العمري أصر على اشتراكه في كل المباريات بشكل رسمي. أوه كانت هذه التسديدة، إذن آخر تسديدة الأخيرة، كان تدخل جيد لعقيد. سنتابع محاولة في خط وسط الميدان، دائما الباحث تونكرا، الإبعاد جاز اللاعب إبراهيم البزغودي يختطف هذه المحاولة. محاولة كانت خطيرة، محاولة كانت خطيرة، وتدخل جيد للمدافع المتأخر. شاهد إبراهيم المزغودي تفوق على اللاعب إبراهيم نجم الدين ومرر تمريرة ممتازة، والتدخل كان جيد عبد الواحد الشخصي. فد المحاولة الأخيرة كانت محاولة الهدف. إذا تغيير في فريق خروج الدهبي من جانب فريق الكوكب المراكشي، ياسين الدهبي لاعب السابق فريق المولودية الوجدية، ودخول رقم 19 يوسف العياطي. كرة الآن عالية تعود مرة أخرى، محاولة خالد اسقاط، حسم الآن فريق الكوكب المراكشي الخطورة واردة، والتدخل الحداد إبراهيم تونكر الآن يوظف ضربة نصف هوائية للإبعاد. نجم الدين يبحث الآن عن التوغل، دائما ضغط الآن فريق الكوكب المراكشي، الضغط خلال هذه اللحظات. تعود الآن في وسط الميدان، إذن الكل يترقب أقل من أربع دقائق. خطأ خالد اسقاط، كرة الأنانية والإبعاد مرة أخرى. صبر الرجاوي لبالرحمة، محمد الفقيه ويوسف العمري. لاعبي فريق الجيش الملكي سقط الأرض، وبالتالي الآن فريق الكوكب المراكشي
هل ستكون هذه الهزيمة الحادية عشرة؟ إذن كما قلت هدفين لواحد تفوق لفريق الجيش الملكي مسجلي الأهداف لاعب محمد كمال لاعب السابق فريق رشاد البرنوسي وكذلك لاعب ابراهيم تونغرا اللاعب الذي انتدب فريق شباب أطلس خليفرة محمد كمال انتقل الموسم الفارق بسوسيا من مدرب عبد الملك العزيز هاد مع المدرب عزيز العمري صار رسمي في تشكيلة الفريق ومن الدعامات الأساسية إذن التغيير الثالث والأخير بالنسبة لفريق الكوكب المراكشي أنس العزيم إذن أنس العزيم سيكون بديل للاعب إلياس الحداد تماس طويل وتسلل بالفعل تسلل للاعب ابراهيم المزغودي اذا سنعيش اخر لحظات هذه المباراه وسندخل بعد لحظات في الوقت البدل الضائع كرة العالية دائما لصالح لاعبي فريق الكوكب المراكشي يوسف العياطي البديل في وسط الميدان خطيرة هذه المحاولة خطيرة هذه المحاولة الهدف كان قريب الهدف كان قريب ثلاث دقائق والوقت البدل الضائع ثلاث دقائق سندخل في الوقت البدل الضائع ضربة راسية خطيرة هذه المحاولة جدا فريق الكوكب المراكشي قاب قوسين او ادنى من تسجيل هدف التعادل كرة عالية تعود مرة اخرى كرة عالية في وسط الميدان تونغرا ولكن كان هناك موقف التسلل وتعود لمسة يد هذه المحاولة التي على إثرها كان على الحكم أنه تسلل وكذلك تدخل كان جيد للحارس عقيد لحد الآن تحكيم جيد للثلاثي الشاب بوسليم ياسين وبرواد عبد الرحمن ودمير ياسين كرة الآن عالية خط وسط الميدان ضربة خطأ إذن دقيقة ونصف على نهاية هذه المواجهة دقيقة ونصف على نهاية هذه المواجهة سنتابع كرة عالية ولكن قريبة لمحمد أمير برقدي فريق الكوكب كان قريب من إدراك الهدف التعادل لكن مرت جانبا وكان هناك يقظة من الدفاع إذن تفصلنا ثواني معدودة عن نهاية هذه المباراة
فريق الجيش الملكي يسير نحو تحقيق الفوز. محمد الفقيه وضربة خطأ، ضربة خطأ. ومحمد عقيد، إذا ثواني معدودة ستكون آخر المحاولات. كرة عالية، يوسف العياطي، أنس عزيم، وفي هذا الأثناء ينهي الحكم السيد مسلم ياسين ينهي هذه المباراة بتفوق صعب فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي رد دين الذهاب، وبالتالي كان قد انهزم بهدفين لواحد، هذه المرة يتفوق بوقع هدفين لواحد، وبالتالي الإعادة لأهداف هذه المباراة. إذن هدف كان جميل للاعب محمد كمال قبل أن يكون الهدف الثاني من ضربة جزاء في بداية الجولة الثانية، وكانت بداية جيدة قبل أن يسجل بدكة إبراهيم توغرا الهدف الثاني والتفوق لفريق الجيش الملكي. إذن أشكر كل زملائي الذي أمنوا لكم النقل المباشر هنا من مدينة مراكش. عبد الصمد الشيبة يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.